في هذه الحلقة سنشاهد أول عملية لزرع الشعر باستخدام الروبوت الآلي. أما أنا من معرض باريس الدولي للطيران لنتعرف على هذه الطائرة والتقنيات المستخدمة فيها. من مشفى فورد فالي في اسكتلندا روبوتات تقوم بترتيب الأدوية وتصنيفها في الصيدلية. هل توقعتم يوماً أن يتمكن هاتفكم الذكي من معرفة حالتكم أو إخبار الآخرين بما تقومون به؟ ليس من باب التجسس، بل فقط كي يخبر الشخص الآخر بأفضل وضع للاتصال بكم ضمن إطار عدم الإزعاج. هذا ما سنتعرف عليه في هذا القسم من الحلقة. هاي فيل. هاي. How are you? I'm great. أخبرنا فيل أكثر عن هذا المفهوم. Well, the idea we call rich communications. هذه التكنولوجيا تسمى rich communications. المفهوم يعتمد على مجموعة من عناصر الاستشعار الموجودة في الهاتف الذكي، كتلك الخاصة بالسرعة والحركة والاتجاه، وأيضا مثل الميكروفون والجي بي اس. لكن فيل، لماذا نحتاج إلى هكذا مفهوم؟ عادة عندما نريد التواصل مع شخص ما، قد نجد أمامنا عدة طرق، إما عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو عبر التطبيقات، وقد نتساءل ماذا يفعل الشخص في لحظة الاتصال به، وهل من الممكن إزعاجه. من خلال هذه التكنولوجيا نستطيع تفادي ذلك باختيار الطريقة المثلى للاتصال. اشرح لنا أكثر فيل، كيف يعمل هذا المفهوم؟ يعني كيف يتمكن Rich Communications من تحليل وضع المستخدم ومعرفة أين هو أو ماذا يفعل؟ الهاتف يستشعر عدة عناصر تحيط به، أين أنت، ماذا تفعل، ماذا يحدث حولك، أو هل أنت في مكان تعلو فيه الموسيقى أو أصوات أشخاص حولك، أو ربما داخل اجتماع أو داخل السيارة. ذلك يحدث من خلال الميكروفون في الهاتف والجي بي اس وعناصر استشعار الحركة والسرعة والاتجاه. هنا في انتل ابتكرنا مجموعة من الخوارزميات التي تحلل وضعية المستخدم، مثلا إذا كان مستخدم الهاتف يسير أو يجري أو يقود سيارة أو ربما نائم. هل يمكن أن نرى مثالا يعني سيناريو أو وضع محدد عبر الهاتف؟ طبعا، فلنقل أنني أريد التواصل مع أحد أصدقائي من خلال تطبيق Rich Communications. يمكن تصفح قائمة الاتصال الخاصة بك. سوف أختار صديقي ساي وأفترض سيناريو أنني أتواصل معه في فترات مختلفة في اليوم، بداية في الصباح. ومن خلال التطبيق أستطيع معرفة أن ساي لا يزال في منزله، يتحضر للمغادرة أو يستمع إلى الموسيقى. هذا يظهر من خلال الإشارة التي تبدو في أعلى يمين الهاتف. التطبيق يقترح علي أن أفضل طريقة للتواصل معه هي عبر الاتصال الهاتفي. بعدها يغادر ساي منزله متوجها إلى العمل. يمكنك رؤية تغير العلامة من منزل إلى سيارة. التطبيق يحلل ذلك وينصحني بالاتصال به وليس إرسال رسالة نصية عبر الهاتف. قد يقرر ساي التوقف لشراء القهوة. ذلك المكان قد يكون مزدحما وهناك الكثير من الضجيج. هذا يظهر من خلال الإشارة في الهاتف. التطبيق يقترح علي أن أتواصل معه عبر الرسائل النصية وليس الاتصال، لأن الحديث في مكان مزدحم قد يكون صعبا. بعد ذلك يصل ساي إلى مكان عمله. اللون الأحمر يعني أنه ليس متاحا للتواصل معه. الإشارة تظهر أنه في اجتماع وهناك الكثير من الأشخاص يحيطون به. وكي لا يتعرض للإزعاج يقترح التطبيق أن أتواصل معه من خلال الرسائل النصية أيضا. هكذا نوع من التكنولوجيا وهذا الابتكار يقطع مجال الخصوصية. ربما لا يريد شخص أن يخبر الآخرين ماذا يفعل أو أين هو. كلا على الإطلاق، المستخدم يحدد درجة الخصوصية التي يريدها والمعلومات التي يشاركها مع آخرين. المعلومات تبقى محصورة داخل الهاتف ولا تنتقل إلى مركز بيانات خارجي، أي أن الخوارزميات التي ذكرتها سابقا تحدث داخل الهاتف، ما يزيد من درجة الخصوصية. Thank you very much. Yeah, thank you, Nasir. Thank you. إذن مع هذا الابتكار يمكنكم التواصل مع الآخرين في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وبالطريقة المناسبة وتفادي الإزعاج وأيضا الاتصال في الأوقات الخاصة. إلى اللقاء.
أنا هنا في باريس في معرض باريس الدولي للطيران، سنتعرف معنا على بعض التقنيات الحديثة في مجال الطائرات من غير طيار وغيرها من التقنيات، خصوصا في مجال الطيران المدني. سنتعرف على هذه الطائرة ليس من خلال شكلها فقط، ولكن أيضا من خلال التقنيات المتطورة فيها. هذا المشروع يعد حاضنة للتقنيات الجديدة. على الرغم من هذا التصميم الرائع، فإن محور هذا المشروع هو بناء طائرة من غير طيار تعمل بالطاقة الكهربائية. هذه الطائرة تعمل بشكل كامل باستخدام الطاقة الكهربائية ودون أي حاجة لوقود عضوي. سنقوم بتجربة للطيران الأفقي لهذه الطائرة مستقبلاً بعد أن نجحنا بتجربة الطيران والهبوط العمودي في السابق. حلمنا يتحول شيئاً فشيئاً إلى حقيقة مع تقدم الاختبارات للتكنولوجيا. في الوقت الراهن نحن نقوم بوضع كمية كبيرة من الطاقة تفوق الحاجة في المحرك لتلبية متطلبات السلامة التي تشترط القدرة على التحليق بمحرك واحد في حال إخفاق أحد المحركين. في العادة نحن نوفر كمية إضافية من الطاقة تفوق احتياج المحرك، هي طاقة غير مستغلة. فكر في إمكانية وضع جهاز كهربائي يقوم بالعمل في حال وجود خلل في المحرك الآخر لجلب طاقة إضافية عند الحاجة إليها فقط. إن تقليص استهلاك الكهرباء يعني تقليص التلوث وإيجاد طائرة صديقة للبيئة. في البداية نحن نستخدم تقنية fly by wire دون الحاجة لأي أدوات ميكانيكية للتحكم بجهاز التحكم بالطائرة خلال الطيران. إن وجود خط اتصال مستمر مع الطائرة يمكننا من التحكم بالطائرة حتى عند تعذر رؤيتها بشكل مباشر. نحن نعمل على جعل هذه التكنولوجيات آمنة لدرجة كافية للاستخدام في تطبيقات حقيقية، وأقصد بحقيقية هنا أننا نطير فوق مدن ومناطق مأهولة. هذا هو هدف مستوى الأمن الذي نقوم باختباره. إن تجربة هذه التقنية الجديدة عبر هذه الطائرة التي قمنا بتصنيعها تمكننا من تطوير التقنيات بوتيرة تتوافر مع تطوير الطائرات العمودية الخاصة. شهدت السنوات الماضية نمواً لسوق الطائرات من غير طيار. هنا إحدى الشركات الإيطالية المصنعة لمثل هذه الطائرات. أخبرنا عن هذه الطائرة. This is the P1HH Hammerhead. هذه طائرة P1HH وهي تطوير لطائرة سابقة لشركة بياجيو وهي أبانتي 2، وقد استفادت هذه الطائرة الجديدة من ميزات سابقتها سواء في الأداء أو التصميم. هذه الطائرة تلبي الكثير من المتطلبات، بينها السرعة، فهي تسافر بسرعة تصل إلى 740 كيلومترا في الساعة، وتستطيع التحليق لمدة 16 ساعة متواصلة بمعدل سرعة يصل إلى 250 كيلومترا في الساعة، كما تستطيع الوصول لارتفاع 45 ألف قدم باستخدام محركين. هذه الطائرة مصممة للقيام بمهام مراقبة مدنية. إن نوعية المهام التي تقوم بها مثل هذه الطائرات وطبيعة وحجم المعلومات التي يتم جمعها ونقلها لمركز التحكم الأرضي كبيرة جدا. أعتقد أن لا مجال للعودة عن مسار الاعتماد على الطائرات من غير طيار، فهي الخيار الأفضل لمثل هذه المهام. لدينا هنا أجهزة مسح إلكترونية بصرية لخدمة الهدف الأساسي لهذه الطائرات للقيام بمهام مراقبة ذكية. الطائرة تحوي أيضاً جهاز رادار سي سبراي 7300E. إنها الطريقة التي تبصر من خلالها الطائرة. هذه الكاميرات التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء وبخاصية الرؤية الليلية. يستقبل المسؤولون عن تشغيل الطائرة في محرك التحكم على الأرض صوراً ومعلومات من هذه الطائرة. هناك اتصال دائم بين مركز التحكم واللاقة الفضائي في أعلى الطائرة.
يعتمد تشغيل الطائرة على هذا الاتصال، ولا يمكن لها أن تعمل بمفردها. لدينا نظامي اتصال بين مركز القيادة والطائرة كإجراء احتياطي. إن هذه التقنية المستخدمة للاتصال مجربة وموثوقة من إنتاج شركة سيليكس. المحرك يتمتع بأداء موثوق به، وهو من طراز برات أند ويتني PT6A، وهو أحد أكثر المحركات موثوقية والمستخدمة في الطائرات العادية والعمودية. زودنا هذه الطائرة بمراوح تتمتع بتصميم فريد تختلف عن المراوح التي تنتجها عادة شركة بياجيو. هذا التصميم يقلل من الضوضاء، وهي خاصية مناسبة لنوعية المهام التي ستقوم بها الطائرة. دخول الروبوتات عالم الطب لم يعد شيئا غريبا، بل إنه آخذ في الازدياد شيئا فشيئا. أنا هنا في عيادة لزراعة الشعر لأتعرف وأشاهد أول عملية لزراعة الشعر باستخدام الروبوت. Hi doctor. Hello. How are you? Very well, thank you. حدثنا أكثر عن هذا الجهاز. So this is the very latest in robotic technology for hair. هذا الروبوت هو أحدث روبوت في عالم زراعة الشعر، فهو يسمح لنا بسحب الشعرة من جذورها من الجهة الخلفية لرأس المريض، ومن ثم زراعتها في المكان المطلوب. ميزة هذا الجهاز أنه يسمح لنا بنزع بصيلة الشعر بطريقة دقيقة للغاية وقابلة لإعادة الزراعة، وهذا مهم جدا لأننا نريد التأكد من أننا نستخرج الشعرة الصالحة بسرعة وبشكل صحيح. هذا يساعد المريض على الانتهاء من العملية في وقت قصير. هل لك أن ترينا كيف يعمل هذا الروبوت؟ Put the grid on the back of the scalp. نضع الشبكة الكهربائية، وهي عبارة عن قطعة معدنية بها ثقوب تساعد في شد الجلد لتسهيل التقاط الشعر وخروجه، كما أنها تحدد للروبوت البقعة المحددة له للتحرك. ومن خلال هذا الريموت أتحكم في الروبوت وأحدد الزوايا والاتجاهات والانحرافات التي سنتبعها لنزع الشعر. الشيء الجيد كذلك أن الجراح موجود في كل خطوة من خطوات العملية. دعنا نبدأ العمل الآن. كما رأيت، قام الجهاز بنزع بعض الشعرات. يمكن للقول أن البصيلات ممتازة. كما ترى على الشاشة، البصيلات محاطة بكم كبير من الأنسجة المستقيمة السليمة والقوية. دكتور، هل لك أن تشرح لنا ما الذي نراه على الشاشة هنا؟ ما نراه هنا هو تماما ما يراه الروبوت في إطار القطعة المعدنية الكهربائية التي وضعناها على خلفية رأس المريض. من خلال الشاشة أستطيع رؤية كل بصيلات الشعر التي تعرف عليها الروبوت. النقاط الخضراء تمثل هذه البصيلات، وكل بصيلة قد تحتوي على شعرة واحدة أو أكثر. تقوم هذه التكنولوجيا بعد بصيلات الشعر في كل سنتيمتر مربع من الرأس. على سبيل المثال، هنا يوجد 75 بصيلة. معرفة هذا الرقم مهمة بالنسبة لي لأخذ العدد الكافي من البصيلات دون أن يؤثر ذلك على المنطقة بعد نمو الشعر من جديد. فنحن عادة نأخذ 20% فقط من نسبة الشعر الموجودة في المنطقة. الروبوت يقوم بشكل عشوائي ومنظم باختيار البصيلات، وأعني بعشوائي أي أنه من مناطق مختلفة ولكن ضمن المواصفات التي طلبتها وبرمجتها مسبقا. كيف يمكن لهذا الروبوت أن يعطي نتيجة أفضل من العمليات التي يقوم بها الأطباء بأنفسهم؟
التقنيات التقليدية كتقنية استئصال الشعر مع جزء من جلد الرأس ما زالت مستخدمة، ولا تزال الطريقة مناسبة لكثير من الحالات، كما أن هناك طريقة أخرى وهي استخراج البصيلات باستخدام جهاز يدوي. الطريقتان جيدتان لكنهما تستغرقان وقتا طويلا، كما أنهما مجهدتان جدا للجراح والمريض على حد سواء، كما أنهما أيضا أقل دقة خصوصا فيما يخص زاوية نزع البصيلة والخلايا المصاحبة لها. كل هذا يؤثر في سلامة الشعرة، وما نحاول دائما فعله هو الحصول على بصيلات سليمة، ناهيك عن الأخطاء البشرية التي يمكن أن يقع فيها الجراح جراء التعب والإجهاد. باستخدام هذا الروبوت كما قلت سابقا، كل تلك الاحتمالات غير واردة. ما هي مواصفات هذه الإبرة، وكيف يعلم الروبوت ما هو العمق المطلوب لخلع البصيلة من الأساس؟ الإبرة المستخدمة لهذه التقنية إبرة مميزة جدا. عادة في الطرق التقليدية هناك نوعان من الإبر، الحادة وغير الحادة. أما الحادة فيتم استخدامها يدويا لنزع الشعرة، أما غير الحادة فإنها تأتي مع أداة ثقب تدور بسرعة كبيرة لتخترق الجلد وتنزع الشعرة. الروبوت هنا هو عبارة عن مزيج من هذين النوعين، وتوجد به إبرتان. تقوم الأولى بالدخول إلى عمق الجلد بما يقارب مليمترا واحدا، بينما تقوم الإبرة الثانية بنزع الشعرة والحفاظ على الأنسجة، بل إن ذلك يسهل تقسيم البصيلات وزرعها في مكان آخر. أمر آخر أود أن ألفت انتباهك إليه، وذلك هو أن العمليات التقليدية اليدوية بإمكانها نزع ما يقارب 400 شعرة في الساعة، وذلك صراحة يعتمد على سرعة الطبيب. أما عن طريق الروبوت فإنه يمكننا نزع 700 شعرة في الساعة. خلال حديثي مع الطبيب أكد لي بأن الجيل القادم من هذا الروبوت سيكون متوفرا خلال الأعوام القادمة، وسيكون مسؤولا عن عملية زراعة الشعر بأكملها. أراكم في التقرير القادم. أنا الآن في صيدلية مشفى فورث فالي الملكي في سكوتلندا. توجد في هذه الغرفة ورشة من الروبوتات التي تقوم بترتيب الأدوية ووضعها بالأماكن المخصصة لها لاستغلال كامل مساحة هذه الغرفة. فيكي ستحدثنا أكثر عن عمل هذه الروبوتات. هاي فيكي. هاي داليا. We have three robots here in Forth Valley Royal which provide. لدينا ثلاثة روبوتات هنا في مشفى فورث فالي، وهي مسؤولة عن تزويد أقسام المشفى بالأدوية المطلوبة، كما تلبي طلبات المرضى من خارج المشفى ممن لديهم وصفات طبية. لنذهب إلى الجهة الأخرى، مثلاً هنا عندما تصلون الأدوية توضع جميعها في هذه الصناديق، ومن ثم يقوم الروبوت بالتعرف عليها بشكل منفرد ويسلمها للروبوت الثاني هنا الذي يقوم بدوره بتمرير علب الأدوية من خلال مسح الرمز الشريطي أو الباركود الموجود على ظهر كل علبة، وبعدها يضعها على الحزام المتحرك الذي يوصلها بدوره إلى يد الروبوت الثالث ليقوم بوضعها في المكان المخصص لها للاستخدام. وهل تقوم الروبوتات بالتقاط الأدوية الواحدة تلو الأخرى؟ Yes, it's one by one drug at a time. نعم، تلتقط كل واحدة على حدة، وقد يستغرق الروبوت نصف ساعة لتنسيق 100 علبة دواء، لكن هناك وظائف مختلفة للروبوت، لذلك يمكنها أن تقوم بذلك بشكل أسرع خلال المساء خارج أوقات العمل في الصيدلية. أما خلال النهار فيستغرق الأمر وقتا أطول عندما يكون الروبوت مشغولا بأمور أخرى. لكن هل هناك من أولويات معينة تأخذها الروبوتات بعين الاعتبار أثناء ترتيب هذه الأدوية؟ الأولوية هنا هي لتصنيف الأدوية الخاصة بوصفات المرضى من خارج المشفى، وفي المرتبة الثانية تأتي أنواع العقاقير المحدودة التداول، ومن ثم تلك الخاصة بأقسام المشفى، لأن الطلبات عادة تأتي قبل وقت ليتم تسليمها خلال النهار،
وبالنسبة لتلك الخاصة بالمشفى، يقوم الموظفون بإدخال طلبات الأدوية في جهاز كمبيوتر موصول بالروبوت، ويتم تخزين الدواء في مكان معين خاص بها، ومن ثم تعبئتها بصندوق موصول بأقسام المرضى. هذه بعض الأدوية التي لم يتمكن الروبوت من التقاطها لأنها مصممة بطريقة لا تتناسب مع رأس الروبوت أو لأن شكلها مختلف. أما في هذا القسم نقوم بصرف الأدوية لكل من المرضى الخارجين وهؤلاء الذين على وشك مغادرة المشفى. وبنفس الطريقة يقوم أحد أعضاء الفريق بإعطاء أمر للكمبيوتر حول الدواء المطلوب، ليقوم الروبوت بعدها بالعثور عليه ولصق تعليمات الطبيب، وبعدها يوصله للموظف في الصيدلية الذي يقوم بدوره بإعطائه للمريض. لكن فيكي، ماذا لو حدث عطل ما في النظام الذي يحرك هذه الروبوتات؟ ما هل هناك من بديل تقومون به في هذه الحالة؟ Yes, I mean the prescriptions. نعم، بهذه الحالة نعتمد على جهاز الكمبيوتر فقط لإصدار اللصقات الخاصة بتعليمات الطبيب، وبعد أن نقوم بطباعتها نفتح الروبوت ونعثر على الدواء بشكل يدوي ونضع عليه اللصاقة، ثم نعطيها للمريض بالرجوع للطريقة التقليدية. لكن لو احتاج أحد المرضى لدواء معين بشكل اضطراري خارج أوقات عمل هذه الصيدلية، هل تنوب الروبوتات عن الأشخاص الموجودين هنا؟ لا أبداً، لا يزال لدينا موظفين يحتاجون للتحكم بالروبوتات في حال ارتكبوا خطأ ما، لكن هذه الروبوتات تجعل تجربة العمل هنا أكثر متعة، كما ساعدتنا على الاستفادة أكثر من طاقات الموظفين. We're making use of staff more efficiently. So in the future, what we're planning is. دعيني أطلعك على مخططاتنا للمستقبل. نحن ننوي الاستفادة من وظيفة الروبوت بالشكل الأمثل. لذا طورنا طريقة تمكن الصيدلي من صرف الأدوية من منزله، بحيث يدخل على النظام ويعطي الأمر للروبوت بإيصال الأدوية إلى هذا الصندوق. وعلى الجانب الآخر، حيث توجد النافذة، يمكن لأحد كبار الموظفين أن يفتح هذه الخزانة من خلال الحصول على المفتاح من موظفي الأمن وأخذ الدواء ليوصله للمريض. هذا يعني أنه يمكن للمريض الحصول على الدواء بطريقة أسرع، وكذلك لن يحتاج الصيدلي لقيادة السيارة لمدة 45 دقيقة لإيصال الدواء للمريض ومن ثم العودة للمنزل. هذا برنامج يساعد المتدربين على تصميم أي سطح للبيانات متعلق بالطيران يرغبون به ليتناسب مع احتياجاتهم العملية. فمثلا يمكن استخدام ذلك لتطوير نظم محاكاة خاصة بالطيران أو الملاحة الجوية تتناسب مع احتياجات الملاحين أو الطيارين. ما نعرضه هنا هو السطح الرئيسي للطيران، وهو ما يعني أنه بإمكانك أن ترى هنا مشهدا يماثل أفق السماء أو مجال الطيران تماما كما يراها الطيارون عند تحليقهم بطائرة حقيقية. ومن هنا يمكن للمتدرب أن يغير الأدوات أو الظروف الجوية أو الأجواء التي يطير فيها. فمثلا يمكنه التحليق باستخدام كاميرا أو صور حية أو مسجلة أو مشاهد اصطناعية، كما يمكن إضافة الخرائط المتحركة للحصول على بيانات دقيقة. وهذه الخرائط لها أنواع عدة، فمنها ما يظهر بيانات الارتفاعات والتي تبين الأماكن المرتفعة والخطرة مثل الجبال، واللون الأحمر يظهر أنه يمكن الاصطدام بهذه المرتفعات، والأصفر يعني ضرورة الانتباه والحذر، أما الأخضر فهو يعني أنك بمأمن من الخطر، كما أن هناك خرائط ترشدك إلى أقرب المطارات إليك. كذلك يمكن إظهار الخريطة أو الصفحة المتشابكة، وهي الصفحة التي تظهر مستوى الأداء لعدد كبير من أجزاء الطائرة مثل المحركات وتدفق الوقود وعمل الأجنحة، ومن خلال هذه الصفحة يمكن للطيار تقييم الوضع العام للطائرة. هذا المنتج يجذب الشركات المتخصصة بالطيران مثل مراكز الأبحاث والتدريب والمعاهد، وبالفعل هناك شركات طيران بدأت باستخدامه، ولهذا له فوائد كثيرة جدا لأن الطيار يستخدم نفس البرنامج أثناء التدريب وخلال العمل. نحن نستخدم تكنولوجيا الألعاب، فالجرافيكس هنا يستخدم لإظهار السطح المكتبي بالشكل الذي تراه الآن، لذلك يشبه إلى حد ما الألعاب الإلكترونية.
في فقرة مواقع الإنترنت لهذا الأسبوع نبدأ مع موقع تويتلامب. يتيح لك هذا الموقع إمكانية تغيير الصفحة الرئيسية لحساب تويتر الخاص بك، وذلك من خلال اختيار إحدى التصميمات التي يعرضها الموقع. وكل ما تحتاج فعله للاستفادة من هذه الخدمة هو تسجيل الدخول باستخدام حسابك الخاص على موقع تويتر لترى بعدها الشكل الجديد لصفحتك الرئيسية، ومن ثم اضغط زر المشاركة إذا رغبت في مشاركتها مع الأصدقاء. أما موقعنا الثاني فهو يوتيوب تو جي آي إف. يمكنك هذا الموقع من تحويل ملفات الفيديو من موقع يوتيوب إلى لوحات رسوم متحركة أو ما يعرف بجي آي إف. للاستفادة من هذه الخدمة المجانية تحتاج لتحميل رابط ملف الفيديو الذي تريد تقطيعه مع تحديد زمني البداية والنهاية من مدة الفيديو، ومن ثم تحدد المدة الزمنية لكل لوحة على حدة. أما الآن نترككم مع هذا المقطع من موقع يوتيوب.